السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جمعة مباركة، الله يدخلها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي بالصحة والعافية. اليوم ان شاء الله يا ربي راني جبت لكم واحد الفيديو مختلف شوية وزوين بالنسبة لي، انا راه مفيد بزاف بزاف بزاف، على واحد الآلة او واحد الشواية اللي متعددة الاستعمالات، يعني ممكن تستعملها في بزاف ديال الحوايج وغادي تهنيك وغادي تنفعك بزاف في الكوزينة، يعني غادي تشكريني عليها والله. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش، الله يجيب لكم الرزق والتيسير ان شاء الله يا ربي وديروها في داركم، راها مزيانة وماشي غالية بزاف. بالنسبة لهاد الآلة هادي راه ديال منها بانيني، منها شواية، منها قرية، يعني كتخدم بزاف ديال الحوايج، يعني تسخن وتطيب. واللي زوين 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 بزاف في هذه الآلة هو انك كتحليها، ممكن تطيبي هنا وتطيبي هنا في نفس الوقت، يعني ممكن انك ديري مثلا الكفتة ولا اللحم ولا الدجاج، غير الدجاج غير يعني غير قسميه بالموس بحال هكا وحطيه ليها، راها كتردو واعر وسهلة في المسيح ديالها. انا دابا يلاه كنت كنخدم بيها، مازال ما نقيتهاش مزيان، انا غادي نوريها لكم كيفاش كتخدم، يعني كيفاش تحليها وكيفاش يعني منين كتخدم. بالنسبة للبريز ديالها هو هذا، وبالنسبة للسمية ديالها هي هذه طوليش، ما عنديش مشكلة انا نبين اسماء الله، وهذا من اللور هكا كتكون. وبالنسبة لكيفاش كتحل، كتهزي هذه الفوق هكا وكتكيها، يعني هكا عادي. هانتوما دابا البنات كيفاش كتولي، يعني ممكن انك تطيبي هنا وتطيبي هنا، يعني طيبي هنا وطيبي هنا عادي، ما كاينش مشكل، وكيطيب كل شيء في نفس الوقت، يعني اذا كانت عندك كمية كبيرة وعندك الضيافة وعندك هذا، راه ساهل انك تسربي طيب وما كتلصقش. هي راه بلا ما تدهنيها بلا ما حتى شي حاجه والو، ديري غير لالوش وبقيت قلبي بيه. بغيتي ما تبقايش تقلبي وكانت عندك الكميه يعني غير قليله، هي هنا راه كتهز نص كيلو ديال الكفته، هذه انا مجرباها وانا غنطيب قدامكم دابا الغدا ديال ولادي، نعطيكم فكره على كيفاش انا كنطيب الفكره ديال، يعني فكره على الكفته كيفاش كنطيبها. ملي كتكون عندك الكميه قليله كتهزيها هكا بكل سهوله، كتعاود عاوتاني كتجمع وكطيب لك هذه، كتنزل يعني بحال باغا نسخنوا الخبز ولا لا باغا ديري طوست ولا باغا ديري شي حاجه، راه هذه هي اللي غادي تنفعك بالنسبه للشهيوات ديال رمضان وداك الشيء راكم عرفتوا كنبغيو نديرو. وعاوتاني الا بغيتي تسخني بغير الكريب كذا، انا راه حتى الطياب راه كنطيب فيها، ما كيهمنيش انا هاد الشراطي وهادو، راه مزيانه كنقلي فيها بحال هكا بصيله وكفيته هكا بالزربه، راه ما كتلصقش كما قلت لكم. واللي غادي يعجبكم اكثر في هذه الاله هو انها ما كتوسخش، هاد الدهنيات او هاد اليدام وهاد الوسخ اللي كيكون هنايا راه ما كيخرجش من الاله، يعني ما كيطيحش الارض ولا كيبدا يسيح ويوسخها ويوسخ لك عاوتاني البوطاجي ديالك، لا راه عندها هي هاد الجيب السحري، ها شفتوه هذا، ها منين كيهبط ليها اليدام ديالها، كيهبط اليدام ديالها من هنا وكيخرج المجر، ها هو المجر شفتوه، هذا كنغسلو وكنردو اون فوا كيعمر، هذا كيعمر بالوسخ باليدام اللي كان تالي كنحيدو، ها هو بلاستيك وكنغسلو وكنولي كنرجعو صافي. هذا الشيء اللي كاين، يعني ما تخافيش منها انها توسخ ليك ولا شي حاجه. بالنسبه لهاد لابوطون راه غير ديال فيتاس ديال الحراره، درجه الحراره فيها من واحد حتى خمسة، هي الماكسيموم فيها هي خمسة، ولكن خمسة راه تبارك الله راه غادي تسخن لك الحاجه في رمش تعين، يعني ما تاخذش لك وقت كبير او لا كثير. بالنسبه لهنا هاد البوله هادي الا كانت شاعله بمعنى ان درجه الحراره راه موين ولا منخفضه، والا شعلات هادي بمعنى انها راه وصل الماكسيموم. انا غادي نخدم قدامكم دابا واحد الكفيته وغادي نطيبها قدامكم فيها النيت باش تشوفوا كيفاش كتخدم، وهاد الطريقه اللي وريتكم ديال اليدام اللي كيطيح منها، وبالنسبه لهذوك الوسوخ وهداك الشيء
راه كلشي كينزل هنا، باش كيبقاو الجناب ديالها، كيبقاو الجناب ديالها والوجه ديالها كيبقى نقي، كتبقى هي كلها نقية. هانتوما كيما تشوفوا هي راها اينوكس، يعني راها زوينة في الخدمة ديالها، ما عندكش باش تخافي منها، ما كتصدي ما حتى شي حاجة. ودابا كيما قلت لكم انا غنوجد هاد الكفتة قدامكم. انا درت نص كيلو ديال الكفتة هو قدامكم، ودرت فيه شي شوية ديال القزبور ومعدنوس مقردين كما قلت لكم. انا درت نص كيلو ديال الكفته، شي شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون الا كتبغيوه، ما كتبغيوش ما ديروش، اكتفي غير بالبزار بوحدو، شويه ديال الملحه كما قلت لكم، قزبر ومعدنوس راه معايا مقردين، وواحد شويه غادي ندير انايا ديال التحميره، الا بغيتيها ديريها، ما بغيتيش ما ديريش صافي. وشويه زويته بلديه الا بغيتيها، حتى هي اختياريه، ما بغيتيهاش ما ديريهاش، اكتفي بها هكا ناشفه، خصوصا الا كانت الكفته ديالك فيها الشحمه بزاف. انا غادي نخدم انا بيدي من الافضل تاعكم، حتى ندخل فيها هذيك المليحه وداك القزبور وداك سميتو، يعني ولا بغيتي واحد البصله تشلضيها شلضيها فيها، يعني كيبقى لك الاختيار نتيا، ديري اللي بغيتي. انا غنوريك غير هاد الغديوه اللي غندير اليوم انا عزيزه على وليداتي، مع بصيله ومطيشه شويه الخس، كتجيب ساندويتش زوين، خصوصا ان الدراري كيبغيو الساندويتشات الزنقه، وحنا ما كنتهناوش عليهم ماكل الزنقه، اللهم نوجدو لهم في الدار الاحسن، يعني الا بغاو الفريت تقلي لهم الفريت وتعمريه لهم في هذا في الكاسكروطات مع كفيته وشويه الماطيشه، استغناو على ماكله الزنقه. وكما قلت لكم هاد الاله راه هي غادي تهنيكم من بزاف ديال الحوايج، راه ماشي غير الكفته، راه الدجاج انا كنشدو كنهرسو هكا بالجنويه، ما كنخرجو ما كنقطعوش نزلعو وكنحطو فيها وكنشويه، راه كيطيب غير ما تلقاش ليه الحراره بزاف من ديبار، غير شويه. بالنسبه ليا انا لهاد الكفته هذه انا غادي نشكلها كويرات وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ها انتم دابا البنات، ها هي الكفته ديالنا، حطيتها كورتها كما كتشوفوا، ها هي وبديت كنطيب فيها. هانتوما شتو دابا هاد البولة الحم الخضرا اللي قلت لكم ما شغلتش فيها الضو بزاف، انا هنا نقصها الحرارة دابا شوية، ها هي بدات كطيب. دابا شنو غندير، غنزل عليها هادي، ها هي غتطيب قدامكم، غنخليها واحد دقيقة وغادي نعاود نرجع لكم ان شاء الله. هانتوما البنات انا غنحل عليها، لا ما كملتش دقيقة صراحة، هانتوما شتوها، هاهي بدات كطيب مزيان، شتو الشكل ديالها والريحة ديالها تبارك الله رائعة كتشهي. شوفو لي دام لي قلت لكم فين كيمشي، شتو هو كيطيح في هداك المجر لي قلت لكم، ها هو شتو كيطيح فيه كلشي هداك لي دام. هانتوما البنات، هانا دابا طيبتها بركة عليها، راها طيبة، أنا نوريها لكم من تحت كيفاش دايرة، مكتلصق ما والوها، شتو كنخدم قدامكم باش تشوفو. شوف كيفاش دايره من تحت، ما كتحرق ما والو، غير كتحمر، غير ما تجهديش باش ما تحرقش من ديبار. كيما قلت لكم ليدان راه كيمشي لهنا، انا غنوريكم في الثاني ملي غادي تجمع. دابا انا شنو غادي ندير، انا نوريكم الخطوه الثانيه اشنا هي، غادي ندير مطيشه الطريقه اللي كتعجب وليداتي انا، دابا غير كنصهدها صافي خليها تحرق. دابا غادي ندير بصيله حتى هي، الا كنتو كتبغيوها، انا غير كندير لكم غدايا انا ولادي وصافي، المتواضع وصافي، يعني ماشي كيبقى داكشي اختياري، اللي بغيتوه ديروه صافي، يعني كنرصيوها هكا. بغيتي حتى تخوي الشوايه من الكفته وتحطي فيها مطيشه وبصله ماشي مشكل،
كيما قلت لك راها ما تلصقش، يعني بلا ما تهنيها بلا ما تخافي منها راها ما تلصقش. يعني غير باش نطوبي انا سندويتشات كندير شويه ديال البصله وشويه ديال المطيشه، راكم عرفتوا البصله والمطيشه راه صحيين سيرتو انها خضره. كيما قلت لكم انا راه غير غادي نساعدها وصافي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير شي شويه ديال المليحه شويه ديال الكمين وصافي، شويه ديال الملحه كما كتشوفوا هكا هكا، شويه ديال الكمون، يعني الملح والكمون راه على حسب الذوق. الكمون الا بغيتيه ديريه ما بغيتيش ما ديريش. صافي غير شي شويه باش ما يتحرقش. صافي غنسد عليها واحد شويه عاوتاني. البنات ها هي الكفته ديالنا راها موجوده. دابا هانتوما كما كتشوفوا الريحه هنايا راه يا سلام. ودابا غادي نحطو في طبق التقديم، يعني غادي ندير عليه نفرش له الخس الكفته والمطيشه ديالنا والبزاله ديالنا. صافي وغادي يكون مرافق ليه واحد الشليضه ولا اللي بغيتو. يا سلام ويا سلام، يعني ولدي راه كيموت على هاد الشيء هذا. ولا كندير ليهم بوكاديوسات راه كيجيو، ما نعاودش ليكم بالكيتشوب ولا باش ما بغا راه كيجيو زوينين. المهم الفكره راه وصلات. كما قلت لكم لا ماشين ها هي بعد ما كملات. دابا هانتوما شوفوا شوفوا شتو. دابا هذا غادي نحيدوه، غادي نحيدوه وغادي نخويو هادشي قبل لي يجمد. غادي نخويو هادشي وغادي نغسلوه ونرجعوه ليها عادي، فهمتوا؟ يعني ما كاين حتى شي اشكال. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي شافوا القناه ديالي ومازال جداد معايا كنقول لهم مرحبا بكم وعافاكم، شجعوني، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والناس اللي كاينين معايا دائما كنرحب بهم حتى هما، وكنقول لهم كنبغيكم بزاف 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 بزاف. الله يخليكم ليا، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.